اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسن ختامنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، واختم بالصالحات آجالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم اجعلنا من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب من تقرب إليك، ومن أفضل من سألك ورغب إليك. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، وأصلح اللهم أحوالنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل إخواننا في غزة وفلسطين والسودان وفي كل مكان، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل لهم مما نرى فرجا قريبا، ونصرا عزيزا، يا حي يا قيوم.
اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نلجأ إليك أن تكتبنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد المبارك إلا وقد أجبت دعاءنا وأعطيتنا سؤلنا وفرجت همومنا وفرجت همومنا ويسرت أمورنا وقضيت حوائجنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.